السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور أنس أبو هزيم، استشاري أمراض قلب الأطفال في مركز كيدز هارت الطبي. يسألني الكثير من الأهالي عن موضوع الرياضة عند أطفالهم الذين يعانون من مشاكل خلقية أو مكتسبة في القلب. نحن نأخذ كل حالة بشكل منفصل، كل حالة قلبية بشكل منفصل، وكل أيضا رياضة بشكل منفصل عن الآخر. الكثير من الأطفال الذين يعانون من مشاكل خلقية أو مكتسبة في القلب مسموح لهم بالمشاركة بأنواع مختلفة من الرياضات، ولكن بعض الأطفال الذين يعانون من مشاكل معينة قد يكونون ممنوعين من رياضات معينة أيضا. مثلا الأطفال الذين عندهم منظم لضربات القلب أو صاعق لحمايتهم من حالات توقف القلب الفجائي قد يكونون ممنوعين من الرياضات التي يتعرضون فيها لصدمات قوية مثل كرة القدم أو كرة السلة، حيث أي ضربة للجهاز الموجود تحت الجلد قد تؤدي إلى تعطل الجهاز. أيضا اللاعبين الذين يكونون على مميع قوي مثل وورفرين قد يكون ممنوعين من الرياضات الخطرة التي قد تؤدي إلى نزيف في حال تعرض إلى إصابة. ولكن بشكل عام معظم الأطفال يستطيعون ممارسة معظم الرياضات حتى لو كانوا عندهم مشاكل في القلب أو عملوا عمليات جراحية في الماضي. يجب أخذ كل حالة بشكل منفصل، والأفضل هو التكلم لطبيب قلب الأطفال الخاص بطفلك قبل البدء بالمشاركة بأي رياضة. وشكراً.